السلام عليكم. اليوم جديد فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال بخير على خير بصحه جيده ان شاء الله. المهم كنرحب الناس الجداد كنقول لكم مرحبا مرحبا، والناس القدام كنقول لكم دار داركم. ونعطي واحد التحيه للروافه ديالي، مرحبا بك انت شوش ما يشم مني ما تجمع خصي ومسامح ما يتدوخ كنوش التحيه وصافي تيري لا من نوم يرسن زي السوره موش جلو غي تيري شوي تيراحة مني. المهم مهم تشكاخ انت التصد جعني كنت تشكاخ العائلين وتشكاخ ذي مدكرين وذي تشجعن. المهم شوش ما الجولة يجي كيختي في السكن أكادير، سكن واحد معروف ونوز نشا فيديو كبري ونيتات ان شاء الله تحاد زان تشي ندير فيه كلا. المهم السوق خصنا ندين ان شاء الله. المهم كي غادي انت المهم فلوكا ديني لي أكادير كمل ان شاء الله تزانت فلوكا بحال هكا وين ندير فيه كلا. المهم خصنا ندين. المهم الاخوات من خلال الفيديوهات اللي كنشاهدو هكا كي كناخدو الفكرة على المدينة باش الى ان شاء الله مشينا نعرفو فين نمشيو حتى انا. المهم من خلال فيديوهات الاخوات الاخوه اللي كيحطوا بحال على المدينه ولا هكا على السوق ولا كناخذوا الفكره كنعرفوا هذيك المدينه. وما شاء الله هاد المدينه نتاع اكادير زوينه والناس ديالها كرامه ما شاء الله. المغاربه ديالك المغاربه ديالنا كاملين ما شاء الله كرامه. وهاد المدينه عندها اللي كيميزها ما شاء الله كتعرفوا فيها أركان فيها الزيت المهم ديال الأركان فيها المهم أملو فيها بزاف نتاع المواد المهم الطبيعي المهم كتعرفوا أكادير ما شاء الله في بزاف نتاع الحاجات. نتمنى إن شاء الله حتى نتوما تاخدو الفكرة على أكادير اللي بغا هكا كيدير الزيارة لأكادير تكونوا عندكم الفكرة فين غتمشيو إن شاء الله. المهم نتمنى إن شاء الله هاد فيديو نشي خفيفة ظريفة على قلوبكم. كنشكركم بزاف الأخوات على الكلام الطيب ديالكم اللي كتخليو لي في التعاليق. نتمنى إن شاء الله تشجعوني باللايك ديالكم جزاكم الله كل خير. نخليكم على الفيديو نتمنى لكم فرجة ممتعة. تقبلوا على الفيديو الأخوات كتعرفوا تصور شوية صعيب في السوق المهم باش تصور على راحتك ما يمكنش يعني ناخد الوجه نتاع الناس الاحترام للناس كان بحال الكاميرا كتزعجع شويه. المهم الاخوات ونتمنى ان شاء الله نجي خفيفه ظريفه على قلوبكم. نخليكم على الفيديو الاخوات نتمنى لكم فرجه ممتعه. السلام عليكم. حافظ على الوثائق الدراسية والشواهد التاريخية. Thank you.
Fallait dire ça coûte cher. Fallait dire ça coûte cher. حسيت جنك هكي نعرض هناك Thank you.